إذا مشاهدينا مثل ما شفنا هذا رقم الواتساب، بإمكانكم دائما مشاركتنا وإرسال يعني أي شيء بتحبوا، مثلا صحيح. فيديوهات أو صور من أماكن تواجدكم في هذا العالم الشاسع. والآن إلى المحافظات الجنوبية وزميلتنا بيداء معمر اللي تعرفنا على مبادرة سلامتك على الطريق في غزة. من المحافظات الجنوبية وبالتحديد من غزة، خلينا نشوف الصبايا والشباب شو عملوا بإيديهم وكيف اشتغلوا بإيديهم، وأصلا شو كان جبرهم يشتغلوا هذا الموضوع. شوفوا التطوع وشوفوا الرغبة في تغيير الواقع، إيش ممكن تعمل. مباشرة من روح وإياكم لبيداء. صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الخير لكافة الزملاء والزميلات في استديوهاتنا في رام الله. هنا مشاهدينا الكرام نتواجد في مفترق القرم شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة. من المعروف أن هذا المفترق وهذه المنطقة من المناطق المزدحمة سكانيا، لذلك ربما نظمت فعالية سلامتك على الطريق بتنفيذ من الأطفال وجمعية بناء للتنمية والتمكين. معي مسؤول اللجنة المحلية لجمعية بناء الأستاذ مجدي عوض. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم. اليوم ننفذ فعالية سلامتك على الطريق تحت، طبعا الفعالية قامت بها جمعية بناء للتنمية والتمكين بالتعاون مع مركز معا التنموي. اليوم يعني نحن على مفترق الطرق شرق مدينة جباليا. هذا المفترق الذي تعرض كثير للحوادث الأطفال في خط الطريق، فقامت الجمعية بناء بمبادرة بالاشتراك مع مركز معا التنموي بعمل جدارية وبدهان، بعمل خطوط المشاة ودهان جدار الأرصفة، وأيضا سنعمل أيضا على تفعيل الإشارة الضوئية. وهذا كله أستاذ يعني اختياركم لهي المنطقة، كما تحدثت أنه كانت من المناطق اللي عرضة للحوادث، حبيتوا الأطفال يكونوا اليوم باللافتة أو الواجهة لكل يعني المر في هذا الطريق أكثر يعني بهدفكم لتوضيح هذه المبادرة؟ صحيح، اليوم احنا حبينا نشارك الأطفال لأنهم هم أكثر فئة عرضة للحوادث أثناء مرورهم أثناء الذهاب إلى المدرسة والخروج من المدرسة، فحبينا اليوم يشاركونا في هذه الفعالية في دهان الأرصفة، في دهان الخطوط الألوان، وعساس أنهم يحسوا بالتفاعل أهمية هذا المشروع. فكثير وقمنا أيضا بعمل جدارية كمان أيضا هم شاركوا فيها، فإن شاء الله. هل هذه المبادرة ستقتصر على هذا المكان المنطقة أم هناك مناطق أخرى أيضا ستستمرون في نشر إجراءات يعني السلامة للسير وحركة المرور؟ لا، هذه بداية، هذا المشروع بداية، إن شاء الله في نشاطات أخرى. وهذا أولا بدأنا في مفترق الخرم لأنه مهم مكان تجمع للمدارس ومناطق سكنية، وهذا كان يتعرض لكثير من الحوادث، وإن شاء الله سنعمل نشاطات أخرى في مناطق أخرى في طابع على حدود منطقة جبالة والشمال. يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر. وإذن مشاهدينا الكرام أيضا بنكمل مع الأطفال الموجودين هون، هم اللي يبكونوا الواجهة حتى يعطوا فكرة وتوعية أكثر عن هاي المبادرة. خليكم معنا. مشاهدينا الكرام خلينا نشوف الأطفال المشاركين في هاي المبادرة، مبادرة سلامتك على الطريق. معنا أحد الأطفال، اتعرف عليه. حسين نجار. أهلا وسهلا. قولي اليوم أنتوا ليش جيتوا اليوم بالضبط هنا ومعك كمان يافطة؟ إيش جاي تعمل بالضبط؟ عشان نعمل إشارات المرور ولا تسرع، عشان نحمي أطفالك ونتعرف على إشارات المرور نتعرف على طريق الصح، ونشكر الجمعية اللي عرفتنا على الطريق الصح ونشكر. طب انت اليوم بدك توصل رسالة لكل الأطفال والناس اللي شايفينك كان صح؟ شو بدك تقولهم؟ بدنا نقولهم لا تسرعوا وانتبهوا على السيارات وامشوا سريعا عشان السيارات. شكرا لك، يعطيك العافية. خلينا نشوف كمان من الأطفال الموجودين، نتعرف عليه.
أيمن الندر. أهلا وسهلا أيمن. أيمن أكيد اليوم أنتوا جيتوا يعني برفقة أنه الأطفال بنشاط وهمة حتى أكيد توصلوا رسالة اليوم للأطفال والناس، شو هاي الرسالة حابين توصلوها؟ طبعا صحيح، احنا عملنا اصلا المبادره هذه كلها عشان الرساله نوصلها لجميع الاطفال وجميع الفئات، بس الاطفال بشكل خاص، يعني انه لازم يحافظوا على صحتهم وعلى انفسهم من حوادث السير ومن المخاطر اللي بتصير في مفترقات والطرق اللي زي هذه مزدحمه في السير والمراكب المرورية. فاحنا لازم يعني المجتمع يحافظ على افراده حتى يعني يقدر يعمل تطور كبير في العالم ويتخلص من كل الأعباء اللي حواليه. يعطيك ألف عافية أيمن، وبنكمل كان وجود لفرقة الكشافة مشاهدينا الكرام في هاي المبادرة. معنا أحد الشباب الموجودين في فرقة الكشافة، بداية يعطيك العافية وأتعرف عليك. الله يعافيك. القائد الكشفي محمود حسن ميمة من مجموعات الفارس الكشفية محافظة الشمال. أهلا وسهلا. دوركم كفرقة كشافة اليوم، حبيتوا كمان تكون لكم بصمة في هاي المبادرة، أحكينا عن رسالتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت مجموعة الفارس الكشفية محافظة الشمال بالمشاركة بالعمل التطوعي مع جمعية التنمية وجمعية بناء للتنمية والتمكين لمساعدة الإخوة في جمعية البناء للتنمية والتمكين في هذا العمل التطوعي. احنا شايفين انتم ملتزمين في ارتداء كلية الكمامات والتباعد، في رسالة حابين توصلوها اليوم للأطفال في مبادرة سلامتك على الطريق؟ صحيح، احنا بنقول للاطفال انه اللي قبل ما يقطع الشارع انه يشوف السياره اذا رايحه او جايه ايقاف، انه يتأنى في الطريق، انه ما يتسرعش عشان السياره ايش، انه ما يصيرش في دهس ولا شيء بعد الشارع. اكيد يتبع كمان اشارات المرور والمشي على خطوط المشاة. يعطيك الف عافيه. اذا مشاهدينا الكرام، هذه كانت مبادره سلامتك على الطريق بوجود الاطفال كتوعيه ويكونوا هم القدوه والواجهه بنشر ارشادات السلامه والسير. لهم كن وصلنا لختام هذه الفقره، بالعوده الى استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح، ويسعد صباحكم من جديد.